وللمزيد من التفاصيل والنقاش ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور رامي عاشور أستاذ العلاقات الدولية. أهلا ومرحبا بك معنا دائما دكتور رامي، ونتابع بالتأكيد ما يحدث داخل تل أبيب من توتر شديد. تابعنا بالأمس مواجهات ما بين عدد من المحتجين والحكومة الإسرائيلية في تل أبيب. ما هي دلالات هذا التوتر وإلى أين وصل بالأساس في تل أبيب اعتراضا على حكومة نتنياهو؟ بحضرتك وكل السادة المشاهدين، يعني يمكن ما يحدث في إسرائيل أو تل أبيب هو بيعكس أن في حالة احتقان داخلية من المجتمع الإسرائيلي تجاه الحكومة الإسرائيلية. أساس حالة الاحتقان دي هي أن المجتمع الإسرائيلي بدأ يستشعر أن بنيامين نتنياهو بيتاجر بيهم في ظل الأزمة الحالية في غزة. يعني إيه بيتاجر بيهم؟ بنيامين نتنياهو كان ليه وعود من بداية جريمة الإبادة الجماعية أن هو طول ما هو موجود في المنصب هو المسؤول عن حماية الشعب الإسرائيلي من أي تهديد يجي لهم من قطاع غزة، وهنا المقصد هو حركة حماس هي اللي بتشكل التهديد. طيب عدى أكتر من 3 شهور ما قضيتش على حركة حماس، وفي نفس الوقت ده يعتبر ضعف من الآليات اللي انت بتستخدمها، لكن على الجهة الأخرى هو مقصود ان هو ما يقضيش على حركة حماس لأن بالنسبة لهم زريعة. لكن كل ده ما يهمش الشعب الإسرائيلي. اللي كان يهم الشعب الإسرائيلي ان احنا لسه بنتعرض لتهديد، وفي نفس الوقت احنا لسه في أسرى إسرائيليين موجودين لحد دلوقتي. انت نتنياهو مش قادر تحصل على الأسرى دي، ومش قادر تعمل اتفاق حقيقي يحصل فيه تبادل الأسرى. الاتفاق ده الحقيقة كان هم مصر وفرت أرضية مناسبة لحدوث اتفاق هدنة لتبادل الأسرى، لكن مصر كان ليها شروط. الشروط دي الجانب الإسرائيلي ما قبلهاش، لأن الشروط دي كانت مصر بطريقة غير مباشرة بتفوت على إسرائيل تحقيق أهدافها اللي هي أهدافها الباطنة. عشان كده لجأوا امبارح لفرنسا بديل عن مصر، ان ممكن فرنسا تحقق لهم الشروط اللي هم عايزينها. فلحد النهارده الشروط ما اتحققتش او الهدنه ما اتحققتش، وبالتالي انعكاس ده على المجتمع الاسرائيلي استشعر ان بنيامين نتنياهو غير صادق وغير امين مع الشعب الاسرائيلي في تحقيق وعوده. عشان كده بدات الاعتراضات تنتشر داخل، وهي المحادثات بالاساس ايضا في باريس يشارك فيها ممثلين من الولايات المتحده واسرائيل ومصر وقطر، مهم الاشاره لذلك طبعا. بالضبط يا فندم، لكن هي المره دي اللي بيرعى المحادثات دي هي فرنسا، تجنبا من الشروط اللي مصر تعرضتها، خاصه ان مصر كانت من اول واضحه جدا في موضوع عدم تصفيه القضيه وعدم تهجير الفلسطينيين، وده اللي بتتحايل عليه اسرائيل بطريقه غير مباشره. طيب بخصوص الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، طبعا في وسائل إعلام إسرائيلية تتحدث عن أنه في تقدم محرز في المحادثات، محادثات باريس التي تمت بالفعل، وفي المقابل نرى التصريحات التي تخرج من نتنياهو فيما يخص اجتياح رفح. هو مصر على اجتياح رفح، وقبل دقائق كان يقول نتنياهو أنه لديه خطة لإجلاء المدنيين من رفح. كيف تفسر هذه التصريحات؟ بص يا فندم، هو وقف، يعني خليني أحلل كلام حضرتك واحدة واحدة. وقف إطلاق النار هو في مصلحة مين؟ هو مش في مصلحة إسرائيل، في مصلحة حماس. عشان إسرائيل هي وقف إطلاق النار مع عدم تبادل أسرى هو بالنسبة لنتنياهو هيعزز من موجة الانتقاد الداخلي، وفي نفس الوقت إسرائيل خلاص استغلت الهدنة السابقة في إعادة ترتيب صفوفها. هو من مصلحته أنه هو يستثمر وجود حماس عشان يزود العمليات القتالية بتاعته، وبالتالي يستولي بالكامل على قطاع غزة. وإحنا للأسف إحنا قصاد أمر واقع تسببت فيه حماس يوم 7 أكتوبر أن قطاع غزة مش هيرجع زي ما كان إن لم يكن قطاع غزة يدخل تحت النفوذ أو الاستيطان الإسرائيلي. القصة كلها الحديث دلوقتي عن إخواتنا الفلسطينيين اللي موجودين في رفح الفلسطينية. للأسف في بعض مراكز الدراسات والأبحاث كانوا لحد امبارح، وأنا مطلع مع المراكز دي، إن هم كانوا بيناقشوا إن أوروبا بتحاول تعمل مدينة للاجئين في ليبيا، وبالتالي الخطورة هنا إن ممكن يبقى في سيناريو نقل الفلسطينيين اللي موجودين في رفح للأراضي الليبية، لأن مصر خلاص مصر أعلنت عن موقفها. ومصر رغم ان مورست ضغوطات سياسيه على القياده السياسيه في مصر، لكن القياده السياسيه رفضت وما استسلمتش للضغوطات واصرت على موقفها بعدم دخول الفلسطينيين مصر. طبعا يعني تساؤلات كبيره حول هذه الخطه التي يتحدث عنها نتنياهو لاجلاء المدنيين من رفح لتنفيذ العمليه العسكريه، و
يعني الفترة القادمة ستوضح ما هي نوايا نتنياهو. أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور رامي عاشور أستاذ العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لحضرتك على وجودك معنا.